مثل ما بتعرفوا ومثل كل شهر شركة جارينا بترسل لنا أربع أنواع من الأكواد، واليوم وصلتنا الأكواد الجديدة. أربع أنواع بتيجي لكل اليوتيوبر بشكل موحد ولكل اليوتيوبر مع بعض، بيجي نوع سلاح أو تلجي أو رقصة أو أي شيء، ولكن أربع أنواع مختلفة. اليوم استلمنا الأكواد وراح نجربهم ونشوف شو هن الأكواد وكيف راح تربحون يا عزيزي المتابع. بإذن الله راح يربحوا أغلب متابعيني من هاي الأكواد الجديدة، في منها شيء حلو ومنها كثير بتتمنوا أنتوا. هلا راح نجرب الأكواد مع بعض، نحط بحسابي أول كودات نشوف الموجود والما موجود بلعبة فريتا، نجربهم مع بعض نشوفهم حلوات ولا لا، نقيمهم، نربح بعض المتابعين وأقولكم كيف أنتوا راح تربحوا إن شاء الله. معكم عبد الرحمن من قناة الحمسون، لا تنسوا اللايك والصلاح على محمد عليه الصلاة والسلام، ويلا مع بعض على الفيديو. معكم شايفين يا إخوان دخلنا على اللعبة، ولكن قبل كان فيك إنك تدخل على اللعبة من هون وتدخل على قبل على الأخبار، تدخل لتحت يعطيك إنه استبدال الكود، ولكن شالوها من هذاك الشهر مثل ما بتعرفوا. صرنا ندخل على جوجل الآن ونعطي استبدال كود جارينا، وتفوت على موقع استبدال الكفاءات تبع جارينا، وبنفس الوقت بياخدك وبتسجل دخول بحسابك. من ما شايفي انا سجلت دخول بحسابي الحمصي، وبنجرب الاكواد وبنستبدل الاكواد من هون. اول كود واللي هن اعطونا اياه خلينا نشوفه مع بعض. اول كود عطينا تريك فوكس بانتس، ما فهمت شو هو، ولكن على ما اعرف انه هو بنطرون ومش موجود عندي. خلينا نستبدله ويروح على حسابي. سيتم ارسال مكافآت خلال 24 ساعه. خلينا نشوف هذا الكود اللي مانه موجود. هذا اول كود وسعمانه نازل باللعبه، يعني كود نادر. خلينا نشوف على السريع، نطفي اللعبه نرسته ونرجع نشوف شو هو الكود اللي نازل جديد والسعما حصلنا عليه. يعني هذا من الاكواد اللي نادره، الاسعما نازل في اللعبه. شو من كان راح يكون حلو، راح يكون عندك شيء ما نازل بلعبه فري فاير، فما نزل تقريبا، راح ينزل في المستقبل، راح ينزل بجزء بعد يومين ثلاثه بعد شهر شهرين، لكن شيء حلو انه يكون عندك شيء ما نزل باللعبه. مثل ما بتعرفوا بهذيك الاكواد كان في الكنز رقم 9 ولحد الان ما نزلت في اللعبه، فهذا شيء حلو. هيك فتحنا اللعبه واكيد الكود وصل على الرسائل، والكود هو مثل ما قلت لكم بنطلون حلو. البنطلون بيلتبس شب وبنت على ما اتوقع، ليش حاطينه بنت ما بعرف، انسى ما يلتبس شب، معقول ما يلتبس شب؟ خلينا نشوفه مع بعض يا اخوان، كيف ما يلتبس شب؟ حرام حرام اذا ما يلتبس شب. لا ما يلتبس شب، ليش 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 حاطينه بس بنت؟ حرام والله حرام يا شركة جارينا، والله حرام. وين بدنا نلاقيه البنطلون؟ البنطلون نادر يا اخوان ولسه ما نزل باللعبه. خلينا نحط ما نحطين شخصيه بنت. وين بدي الاقي انا هلا؟ وين بدي الاقي؟ لازم انا حاطط له نجمه، ولكن اعطوني انه ما بيلتبس على الشب، حرام. مثل ما انكم شايفين يا اخوان على شخصيه البنت كثير حلو. خلينا نغير لبسه مشان يبين حذاء مزبوط. يعني شوف هلا مثل هي الكنزه لسه ما نزلت، وهذا البنطلون لسه ما نزل. هي الكنزه وزعناها ذاك الشهر، وهذا البنطلون بنطلون كثير حلو، كثير 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 حلو، كثير اسطوري. هذا بيكون اول كود، ولكن مع الاسف توقعت يكون بنت وشب. ليش حاطينه بس للبنات؟ ما بعرف. يعني هذا الشهر شركه جارينا كثير ظالمه الشباب، كثير 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 حاطين احسن. يعني هذا الكود الاول، فبالنسبه للاكواد بيكون اربعه، كل كود له ترتيبه، فهذا الكود الاول والاقوى يعني حاطينه لشخصيه بنت فقط، ما حاطينه لشخصيه شب. انا توقعت بيلتبس شب بنت، ولكن طلع فقط بنت مع الاسف. خلينا نشوف الكود الثاني شو هو ونجربه مع بعض. الكود الثاني عطينا ايفو تومسون، سلاح ايفو تومسون، واللي هو موجود عندي فما فينا نستبدله لانه هو موجود. سلاح ايفو التومسون، التومسون المطور هذا هو يا اخوان اللي ليفل 7 فقط، يعني ما اسا ما نزل ليفل 8 منهم هذول، ليفل 7 التومسون المطور. وخليني افرجيكم اياه عندي بصندوق الاسلحه كمان، هذا في منه مكترينا منه شوي، فهذا شيء حلو. رشاش يمكن هون بنلاقيه، هذا هو التومسون المطور اللي بيجي معدل اطلاق نار 2 وبيجي ضرر 1 وسرعه اعاده تحميل ناقص 1. فهذا هو الكود الثاني واللي هو موجود بحسابي، سلاح ايفو المطور. مثل ما بتعرفوا كل شهر بيكون في عنا سلاح مطور جديد ما نازل، يعني بينزلوا بالاكواد سلاح مطور فبكونوا نازل جديد او قديم ما بعرف. هذا الشيء كتير حلو بالاكواد، لانه في كتير ناس بيكون عند الاسلحه المطوره ولكن مفوت سلاح او سلاحين فبتستناه ينزل بالاكواد. الشيء الثالث اللي عطينا اياه واللي هو عطينا تروبها كريب، يعني واللي هي الرقصه يا اخوان. خليني افرجيكم الرقصه، انا على كل الاحوال حطيتها، ولكن الرقصه هي رقصه السكن المطور، مش السكن المطور ولكن هي رقصه السكن المطور اللي نزلت مع السكن يا اخوان. هي هي الرقصه، وانا حاططها بين الرقصات، ورقصه كثير حلوه. خليني اجرب لكم اياها، هي رقصه السكن المطور، اللبس المطور اللي نزلت مع الحيوان. فهي رقصه شايفين قدامكم، كمان هي هي سكود الثالث من ضمن الاكواد. فخلينا نشوف الكود الرابع واللي هو كود كاتانا، سلاح كاتانا واللي عطينا منه اكثر شيء، ولكن ما بعرف شو هو السلاح، يعني سيف كاتانا، ولكن اتوقع فحصت انا بحسابي كثير وما لقيته موجود، فلازم نجرب نشوف شو هو هذا الكاتانا اللي نازل جديد، هل هو اسطوري او سلاح عادي مثل الاسلحه العاديه؟ ما بعرف. خلينا نحط كاتانا، يعني نشوف هل هو سيف عادي الكاتانا او من الكاتانات الكويسه مثل المطوره، ولكن بعد ما نزل كاتانا المطور يعني اتوقع هذول صاروا شغله عاديه. فخلينا نشوف الكود الرابع واللي هذا بيعطونا منه اكثر شيء، اتوقع يعني الكود هذا خايس صراحه، ما حدا راح يقبله بالمتابعين. هي يقول لك اعطيني 100 مجوهره يا عزيزي احسن لي من كود كاتانا، ايش بدي اعمل بالسيف انا؟ انا متوقع بخصوصي اللي اعطيني 500 مجوهره، اذا قلت له انك انت ربحت معي كود كاتانا راح يقول لي اعطيني 100 مجوهره احسن لي. خلينا نشوف هل هو مملوك عندي ولا لا، اتوقع ما هو مملوك. هذا هو كاتانا الشفق البحري، حلو
ترى له تأثيرات وما أنا موجود عندي كويس، له تأثيرات حلو الكاتانا هذا حلو، خلينا نحصل عليه ونقيمه بين الكاتانات الموجودة عندي ونشوف هل هو مو يعني ما... لا المليح إنه ما كان موجود لأنه أنا عملت فحص قبل ما أفتح تصوير لأنه بخاف إنه حتكون مستخدم متابعين أو لا فيه. مثل ما كنتم شايفين إنه في عندك الكاتانا مطور، في عندك كتير كاتانا حلو، فأتوقع هذا الكاتانا رقم 28 عندي حلو نوعا ما، إنه ما إنه فاضي على هيك يعني ما إنه بارد يعني له تأثيرات خفيفة ولو كانت، ما إنه مثل بعد الكاتانا مثلا أتوقعته يجي مثل هيك ما له أي تأثير. ما شاء الله الكاتانا عندي كلهم لهم تأثير، يعني ليك ولو هذا مثل هذا ما له تأثير خالص، مثل هذا تأثيراته خفيفة، هو تأثيراته عالية، ولكن برجع لكم كود عادي أتوقع ما حدا منكم يقبل ياخذ كاتانا، أما اللي بيقبل يكتب لي بالتعليقات خلينا أختار منكم 10 أعطيهم سيف كاتانا إنه في منه كتير. فهيك بكون حصلنا على الأربع أكواد وشفناهم مع بعض وجربناهم مع بعض وشرحت لكم شو هن الأكواد الجديدة. أحلى شيء فيهم البنطلون، ولكن مع الأسف ما بلتبس للشب. خلينا هلا نضيف أحد المتابعين ونربحه كود ونشوف شو راح يربح الكود وأنتم كيف راح تربحوا الأكواد. خليني أبحث عالمي وأشوف مين راح يعرفني من العالمي مباشرة. نابولي تسمعني؟ شو الأخبار؟ يا أخوي يقبلني. أنت من وين؟ من المغرب. تعرفني شيء؟ لا ما أعرفكش. طيب حبيبي والله تشرفنا. ما يعرفني يا رجل، ليش ما تعرفني؟ والله عيب عليك، أنا يوتيوبر عندي 750,000 آخر شيء ما تعرفني، والله عيب، والله عيب. كيفك يا معلم؟ تسمعني؟ كيفك؟ اف لف لك 100 كيف؟ عادي ولا هاكر؟ عادي عادي. إيش هاكر أنت؟ ما أنت ما أنت يا ويلي لعبان 30,000 كيم عندك 73,000 كيل. ما شاء الله تعرفني؟ اعرفك، انا كنت صديق قديم زمان. والله قبل ما تدخل الشراكة وقبل ما يعني في الحساب الاول تبع انت كان عندك حساب عندك ازرق صح، كانت الحمصية معك عندها كريمينال اصفر. اي والله متابع. وكنت اول تعارف لي معك صار نقاش بيناتنا، يعني لما دخلت انا كانت انا وصديقي زاوة وكانت معنا الحمصية، ودخلت انت وقلت لي قلت لها كيف يعني انت مع الشباب، وقلت لك احنا اخوة يعني ما صار بيناتنا شيء يعني كنت اغار انا يعني هذاك انا احكي لك يعني زمان هذا الشيء. الله يسلمك. عندك رأسة ليفل 100؟ ايه عندي. ارخصها واي والله كيف رافع لبلك، والله سألتك بالله مش هكر؟ قسم بالله قديم. لا مش هكر قسم بالله. عامل جليتش عامل شيء لا رافعه، مستحيل توصل ليفل 100. انا وصديقي زويتين هو مفكر اللعبة الحين. زويتين كان صديق عندي يمكن اتوقع. لحظة هلا انت تصور بحسابك زين مدري عبود اوف منك. مين؟ زين مدري عبود اوف منك صوره بحسابك. لا عبود صور مع زويتين. وزين استعرض الحساب كمان. هو لي. يلا خير بدك كود؟ ده حبيش انا ما وش والله انت بتعرفني من زمان، في اعطيك كود كاتانا سيف تمام؟ مش مشكلة. خلاص خده خليه ذكرى مني لك، هذا هو صار الله بصفر. يسعدك حبيبي. تمام الله يسعدك حبيبي والله تشرفنا. بدك شيء؟ لازمك شيء؟ لا والله انا بعتك طلب صدق يعني. خلاص هي انا بعتت لك تكرم. لا ما عندك ممتلئة؟ بعتت لك. سلام يا حبيب. سلام. شكرا حبيبي. هلا والله. ما شاء الله متابعي من 100 سنة هذا. واي هرم اربد لقطني عالمي يخرب فنارك، هذا كان بكلاني وطلعته. كيف لقطني؟ كيف لقيتني في العالم؟ كيف ايش عم يصير معكم اليوم؟ افتح مايك. والله شو اخبارك؟ والله تمام الحمد لله. شلونك انت؟ والله هلا ما دخلت كلان. لا والله ما دخلت. ليش؟ لا تعرف اخر فيديو نزلته باليوتيوب شيء؟ اخر فيديو؟ ايه انا اللي بعرف يا زلمه. شو؟ ايه اللهم صل تمام. خلينا نتذكر لك. تتذكر لي ولا تفتح اليوتيوب؟ ايه الله سبحانه محمد حقك امان المتابعين صح؟ والله ما فتحت اليوتيوب هلا. والله يا زلمه ابدا. اكيد ما انا متابع شرس لك. والله يا زلمه. خلاص غربحت معي كود سيف كاتانا تمام، خلي ذكرى منه لك. سيف كاتانا عجبك ولا ما عجبك؟ واسمع انا عارف شو نفسي. شو؟ يعني البلوزه كيف هاي اللي لابسها او بنطلون جاز انا بس بدي اياه. ما ضل هاي البلوزه خلص والله راح. يعني صار في اكواد شهر جديد. بقول ما في غير سيف. لا هلا انا عامل هيك للسيف، عم اوزع على المتابعين من العالم. والله شكرا يا قلبي. شكرا. يلا نسخهم عشان ما يروح تمام. سلام يا قلبي. سلام. والله هذا كان عندي بالكلان يا اخوان وطلعته لانه لعبه كثير ضيف سبحان الله. الو في صوت دفاق الحمصي. وطفاك تعرفني؟ والله متابعك اخوي. طيب اسالك سؤال، اذا تجاوب عليه بسرعه بكونك انك جد متابع يعني.
صليت كنحمصي ولك راني ما ندخلش اليوتيوب بزاف والفيسبوك. ما تدخل اليوتيوب، لكن متابع على الفاضي. والله يا خويا راني متبعك خويا والله. يعني تابعني على اليوتيوب ولا لا؟ تابعني على اليوتيوب ولا لا؟ راه يطلع لي مرة فيديوهات غير في فيسبوك. حبيبي والله حبيبي، تشرفنا يا أخي تشرفنا. والله الشرف لي. اقبلني عندك اقبلني. يلا بعت لك طلب، يلا باي باي. حدا ما انا من المتابعين الوفيين، بيقول لك بيطلع لي. لا حبيبي، دوك سي تي از، هذا من الجزائر، جزائري صح؟ افتح مايك، لا تكتب لي حمصي واي، افتح مايك. هلا يا حمصي، هلا والله، اخبارك؟ تمام الحمد لله، وانت؟ ان شاء الله انك بخير. والله تمام. تابعني انت؟ اكيد على اليوتيوب. بدي اسالك سؤال، اذا جاوبت عليه سريع بكونك عن جد متابع. اوكي، اخر فيديو نزلته شو؟ والله ما بعرف اخر فيديو، ما عم بشاهد الفيديو. معناتها مش متابعي وفي انت؟ لا متابعك اكيد. طيب والقبله، ما انك متذكر اخر فيديو شاهدته شو؟ لا مش قاعد اتفرج على اليوتيوب هالايام. طيب يلا خير خير خير، نشوف اللي بعده. عبود اسمعني. ايه حمصي، اخبارك؟ والله تمام. تابعني؟ ايه بتابع طبعا. طيب بدي اسالك سؤال، جاوب عليه بسرعه. يلا سال. شو اخر فيديو نزلته؟ اخر فيديو نزلته على اليوتيوب، ايه مش متذكر والله. اخر فيديو انت شاهدته لي شو؟ ثواني اتذكر. لا بدك تروح تفتح يوتيوب انت، مش ثواني تتذكر. لا والله انا ما اخر فيديو، والله ناس انا هاي فتره دراسه وهيك. يلا الله يوفقك يا رب، الله يوفقك. انت شو اسمك؟ عبود. عبود. عبود من الاردن. ايه حبيبي والله. طيب شاهدني على اليوتيوب، شاهدني. تمام، ابشر ابشر بالجنه. خذ هذا كود هديه مني لك. تمام شكرا. نسخه، اعمل لي تاج على الانستغرام. تمام يعني. يلا باي باي يا اخوان، تابعوني على اليوتيوب، شو بتخسروا؟ حطوا لايك، شاهدوني، يعني ليش تعبتوا؟ تفوتوا معي فجاه بتربحوا. فهلا اذا انت حابب تربح كود من هاي الاكواد يا عزيزي المتابع، ما عليك غير تحط لايك واشتراك وتشارك الفيديو وتكتب تعليق وتجيب رفقاتك يعلقوا لك عليه. راح اختار 5 من تعليقات هذا الفيديو والباقي ان شاء الله راح يكونوا رابحين، من بس بالتروفو بس مباشر ومن جروب الانستغرام بالانستغرام. فما عليك غير تحط تعليق وتسحب رفقاتك من هون يحطوا لك لايكات على تعليقك، لحتى نشوف اكبر عدد لايكات راح يحصلوا على التعليقات. ولازم يكونك متابعني على الانستغرام وداخل الجروب، لانه كمان راح نحط اكواد هنيك وبالبث مباشر بتطبيق التروفو. بتوقع هذا اخر شهر اللي بس مباشر بتطبيق التروفو، منكفي بعدها على التيك توك. ولكن بدي فزعتكم هالعشر ايام اللي ضلوا بتكونوا معي بالبث ان شاء الله، راح نوزع كميه كبيره من الاكواد. فهيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو، جربنا الاكواد وزعنا بعضها مع المتابعين. بشوفكم ان شاء الله بفيديو قادم. كان معكم عبد الرحمن من قناه الحمصي، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ما نرجعش للي فات، لانه اللي فات متى ما نتذكر اللي خدعونا اللي اعتبرنا هم اخوات الحمصي. دايم للامام راجل يعشق الحريه، راجل والرجال قلال راح يجيب العالميه، زرع حب في قلوب الناس يحارب البلطجيه.